الأشواط مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والتحديات رائعة في هذا الصباح ومع هذا الاندفاع المثير. شوطنا السادس الذي أعلنت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص أيضا بالحول في مسافة ورحلة 5 كيلومترات. انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها جميع المشاركين، ومن هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب اللي يحتضن هذه الانطلاقات وهذه التحديات المثيرة. الصدارة والمقدمة وأرهني مياس من قادة المجموعة لراشد بن علي بن خليفة الرميثي، من يتابع انطلاقة مياس على المقدمة والصدارة. في مع المركز الثاني لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي، من يتابع انطلاقة في مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. التحديات من الجانب الآخر، من الجانب الآخر مع المركز الثالث. أرى القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام والاندفاع المتميز بهذا الرقص الصباحي الجميل، وسباير مع المركز الثالث فهد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، من يتابع انطلاقة سباير مع المركز الثالث. رابع التحديات الشايبة من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة سعيد بن سالم الينيبي، من يتابع انطلاقة الشايبة مع المركز الرابع. خامس التحديات القدوم والاندفاع المتميز من الجانب الآخر. أرى هناك أيضا ملوح بشعار سمو الشيخ المر بن مكتوم والمكتوم ومتابعة سيب بن أحمد بن خريدة، من يتابع انطلاقة ملوح مع المركز الخامس. تحدياتنا مستمرة وانطلاقاتنا رائعة، والأسامي اللي بدأت تتدخل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الشوط، ومع هذه الأسامي اللي سطرت إنجازاتها أيضا بحرف من ذهب منذ سن الصغر وهي تشارك في هذا العالم الساحر حتى وصلت هذا السن أيضا في هذه التحديات المثيرة، ومع هذه الانطلاقات الرائعة مع سن الكبار سن الحول ما شاء الله تبارك الله. الصدارة والمقدمة وأرهني مياس، أرى مياس على رأس الحرب منذ البداية. راشد بن علي بن خليفة الرميثي يتابع انطلاقة مياس، ولكن من الجانب الآخر أرى هناك ملوح لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم ومتابعة سيب بن أحمد بن خريدة، من يتابع هذا الانطلاق المثير والاندفاع الرائع مع المركز الثاني. ثالث التحديات الشايبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة سعيد بن سالم الينيبي، من يتابع انطلاقة الشايبة المركز الرابع. التحدي المثير الانطلاق من سباير لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، من يتابع انطلاقة سباير مع المركز الرابع. الكوكب الرباعية اللي ابتعدت وانطلقت بناموس هذا الشوط ومع المركز الخامس. المركز الخامس أرى التسلل، أرى الانطلاق المثير في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله. نتابع القدوم من الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم ومتابعة زيب بن خلفان الغويص، من أعلن هذا الانطلاق المثير، من أعلن هذا التحدي الرائع مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعين الكرام للمراكز المتقدمة، للأسامي المندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن بنعود، والعودة أحمد إلى المقدمة إلى الصدارة، نتابع البداية، نتابع التحديات المثيرة والمربع الذهبي اللي يحتضن هذه النجوم، اللي يحتضن هذه الأسامي اللامعة. نتابع الصدارة والمقدمة وأرى الكوكب الثنائي، الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط، والتحديات ما بين مياس وما بين الشايبة. وأرى القدوم أيضا التحديات ما شاء الله تبارك الله. أرى هني سباير بدأت تتسلل، وفهد بن محمد بن طالب بن عقيل من بدأ يدفع بسباير إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر الشايبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة سعيد بن سالم الينيبي، من يتابع انطلاقة الشايبة أحد الأسامي اللامعة والمتميزة ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني سباير لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، ومع المركز الثالث مياس راشد بن علي بن خليفة،
الرميثي رابع التحديات، نتابع ملوح لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم، ومتابعة سيب بن أحمد بن خريدة، ومع المركز الخامس الدوحة لسالم بن محمد بن طالب العقيل النابت من يتابع انطلاقة الدوحة مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا التحدي المثير ومع هذا الانطلاق الرائع، الصدارة والمقدمة، ولنا عودة مع التحديات الجميلة. ما شاء الله تبارك الله، ملوح تتسلل من الجانب الآخر، ما شاء الله تنطلق بالصدارة، تنطلق بالمقدمة، والشعار سمو الشيخ المر بن مكتوم والمكتوم، ومتابعة سيب بن أحمد من خريدة من يتابع، من يتابع انطلاقة ملوح، من بدأت تندفع وتنطلق بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، ملوح على الصدارة، ملوح على المقدمة، انطلقت بعد باعدت المسافة، باعدت المسافة، ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني، المركز الثاني أراهني شاهينية بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المكتوم، ومتابعة سيب بن خلفان الغويس من يتابع، من يتابع انطلاق الشاهينية. المركز الثالث سباير لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل، واللحظات اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، ملوح على الصدارة، والشاهينية قادمة، قادمة بكل قوة، تعلن التحدي، تعلن الإثارة، ولكن ملوح هي الأقرب، ملوح هي الأقرب، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، ملوح وشعار سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم، ومتابعة سيب بن أحمد بن خريدة، قفلت على مجريات هذا الشوط، باعدت المسافة، باعدت المسافة ملوح، واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، تهانينا تهانينا لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم على فوز ملوح بالمركز الأول، تهانينا لسيب بن أحمد بن خريدة ولحظات وصول ملوح إلى خط النهاية، تهانينا لأبو زايد سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم ولحظات وصول ملوح إلى خط النهاية، تهانينا لسيب بن أحمد بن خريدة. المركز الثاني سباير فهد بن محمد بن طالب العقيل، المركز الثالث سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المكتوم، المركز الرابع المركز الرابع تاتي فيه الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، والمركز الخامس الدوحة لسالم بن محمد بن طالب العقيل النابت. 8:11 هو توقيت ملوح، تهاني لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم، والتهاني لسيب بن أحمد بخير. خبر يا أبوي شو بلاه.